بتشوفون في هالحلقة من الصقار ناصر الكواري وسعود المعاضيد في مقيض الغشامية، وعقبه بيفحصون طير محمد خليفة المهندي في مستشفى الصقور، وبيدعون طيورهم مع الربع في الشمال. تابعونا. السلام عليكم. السلام. مرحبا علي، الله حيك. يا مرحبا يا ابو احمد، شلونك؟ مساك بخير. بخير، عليك بخير، الله يسلمك. حالك؟ مساك طيب. ابشرك انا طيب وبخير، ما ناشد الا عنك. عليك بخير، شد عنك العافية، الله يسلمك. حمل بيك، الله يحييك. علومك، علوم الطيور، شلت شيء؟ والله بشرك، توني شال الجير من ايام. بديت تدعي ولا عادك؟ ترى ما بقي شيء على الكروين. عادي، ما دعيت، توي ينقذ بعد، يا كرواني يجيب الله خير ان شاء الله. لا الله يقويك، الله يقويك ان شاء الله. علومك انت بشر عن طيرك. والله يا الذيب للحين ما شلت طيري، بس والله تشاور اليوم ابغى امر عليه المقيض، ابغى اشوف علومه بالمره، نشوف بخليفه ونشوف علومه. ثلاث ساعات والله. مبطين بخليفة، ودنا نشوفه. اي والله، كلنا مبطين من بخليفه ومبطين بعد من الطيور. اي والله. علومك انت فاضي؟ انا فاضي، انت خبرك ساعه. خلاص ان شاء الله مسافه الطريق واكون عندك على خير ان شاء الله. الله يحييك، الله يحييك. والله بشرك، كل شيء زين الحمد لله. بشرك، كل شيء زين. خلي بديت تسلمنا طيور؟ ها والله سلمنا. كم طير؟ والله سلمنا فوق النص. سلمنا تعلومك؟ والله ابدا الحمد لله. طيب علوم الخير رسل. علومكم انتم؟ علومه اللي في الانقر. علومها والله طيبه، مرتاحه. الله يسلمك. الحين اتنشد الزمن الجاي ان شاء الله. ايه نغير هدد. هدد ان شاء الله. زين، ابرك واسعد والله. ايش اللي تنصح فيه؟ والله يا اخي شوف، بالنسبه لي انا شخصيا، انا والله افضل الهدد. ليش؟ الرابط خطر على ريشة الطير، خاصة آخر وقته اللي حذف الموس وحذف هاي وصارت ريشته خضراء، تخاف عليه يتعور. ما يتعرف الخليفة إنك عشان تفحص الطير ما يتعبك؟ لا 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 لا، ناخذ شو اسمه، ناخذ يعني عشوائي، ما ناخذ يعني من كل طير صعبه. لا ناخذ عشوائي من الهنجر من تحت، ياخذ 50 60 70 80. هلا خليفة. خليفة مرحبا. بس هذه الرجعه على المسج يا ابو خليفه. حالك؟ المسج من امس توك جاي. شلونك؟ شكرا يا ابو خليفه. حالك؟ حياك الله. حياك الله. الله يطول عمرك. شلونك؟ شلونكم؟ بخير. شلونكم؟ طيبين؟ يا رب طيب. الله يسلمك. بشر يا ابو ما شاء الله، يا بالدس وياك. الله مني نعطيك دس احنا بخشيش. عجل طيب عمرك. شلونكم؟ شلونكم ابو خليفه؟ الله يحفظك. طيب شلونك؟ شلونكم؟ الله يطول عمرك. رابط ولا نشوف الحين رب انه خلصنا. ما مستعجل، ما مستعجل، سعود مو مستعجل. الله يطول عمرك. مسج ربع شني امس، بس عاد ما في وقت من الدوحه للشمال. بس نشوف على الطير كالمقدو زين. لا بعد بخليفه مش يا اثنين، في طير واحد انا كلام مخليه يصير جاهز. جاهز؟ ايه ان شاء الله. ركب مرسل جديد وسبوق وجيبه مجد بسرعه. يعني اسهل لك تقبضه في الليل؟ الحين ما نقبض الا في الليل. ايه الا نادر كان يعني طير موالف معانا شوي قريب، بعض الطيور تخبر توالف العمال، يقدر على الغداء ولا على العشاء يقبضه. ولا في بعض الطيور لا، ما نزارات تخبر مهدوده، كانها وحش مهدوده في هنجر. والطير بس خليفة الطير في الهنجر مو بيكون مرات موكر فوق ولا لا؟ لا 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 لا، احنا الشبات كلها على مستوى العامل، على مستوى يعني متر ونص تقريبا. يا جيب ذياب. يا مرحبا والله بذياب. هذا يا مرحبا والله بذياب. بس دسك، بس دسك.
ما شاء الله تستاهل الله يبارك الله يجزاكم خير نقدم ترى عرض روحه تاكل مصيده ان شاء الله تاكل مصيده ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صاك موسى ما شاء الله ما شاء الله صاكي بالله صاكم ما شاء الله لا لا خل خل الله يبارك لك ان شاء الله الله يجزاك خير طول عمرك تستاهل تستاهل يا ابو خليفه تستاهل خير ما شاء الله تبارك الله لعب بعصابه ها لعب بعصابه قلت له طير ما خلاص قال عنده انت موسى هو صاك موسى ما شاء الله الله يبارك ان شاء الله الله يجزاكم خير تستاهل يا ابو خليفه والله مقيدنا طيب يا ابو خليفه ما عليك زود اسئله السنه احسن من العام الحمد لله اللهم لك الحمد خليفه الحين بشوف طيري ضرب برويك يوم كاميرا تسعود ما في الا الكاميرا ها ما في الا الكاميرا اعرف هم وقع الاستماره زي ما عليه بس هالمره خلينا نشوف وين هالمره هذه لان بعيد خليفه صعب الواحد يشوف طيره في الكاميرا كاميرا إيه؟ لا بتطلع لك شاشه كامله طيرك كنا على يدك كان بتحط طيرك في الشاشه بتعرف وهل الوضع اللي حاصل الحين كل واحد يشوف طيره بالكاميرا والله في بعض الربع يجون ما شاء الله عليهم يعرفوا طيره من مر على طيره قال وقف ممنوع اي حد يدخل داخل لا داخل لا يشوف من الكاميرا من الكاميرا تشوفون بس بس يعرف طيره بس احنا اليوم غير بعض الشباب ما شاء الله عليهم اكثر الشباب يعرفون طيورهم زي ما عليه انا بشوف الحين من الشاشه يمكن ما اعرف طيره عاد اشوفه طيرك انت بس ظاهر طير مربوط بس انت تعذر لنا الحين طيرك مربوط تقدر تشوفه وهو مربوط زي ما عليه بنطل عليه من بعيد بس شوف ها يلا خلينا نشوف يلا يلا بسم الله هاي الكاميرات يعني واضحة ممكن تشوف طيرك وتعرف طيرك إذا تعرف طيرك وهي فيها الكاميرات تغطي الهنجر كامل ولا هي الكاميرات هاي الهنجر فيها خمس كاميرات داخل الهنجر بس والغرف كل غرفة فيها كاميرتين واحدة ثابتة وواحدة زوم متحركة كاميرا يعني تقدر تغيرها من عندك الحين هي خليها شاشة كاملة هي خليها شاشة كاملة وش اسمه وزوم في نفس الوقت هاي صارت شاشة واحدة الحين تقدر تحركها تزوم على الطير اللي تبغيه ابدا هذا هي ها طالع هذا الطير اللي يشرب ماي ما شاء الله واضح اي ها تمشي على الهنجر كامل يعني بخليفه تقدر تغطي الهنجر كامل اي طبيعي يعني هذا هي ها كل كاميرا لها زاويه تاخذ زاويه ها بس صعب انك يعني اذا ابغي طير في الهنجر صعب انه عينه لا اذا انت تعرف طيرك مو صعبه تقدر يعني اذا ما جبت يعني الكاميرا لا شوف سعود اذا ما جبت الكاميرا ذي كاميرا جيب الكاميرا الثانيه الكاميرا الثانيه دي ممكن هاي زومها بعيد عنه شوي لكن انا اجيب الكاميرا الثانيه اللي على الزاويه اللي فوق هاي مثلا هنا اجيب الكاميرا الثانيه عليه بنزل على الطير هاي بس انه اذا عرفت حروه الطير ابو خليفه الحين احنا شفنا من الكاميرا بتودينا عاد نشوف انت سعود المساع يعود علينا هاي داخل 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 نمشي يلا يلا ان شاء الله شو نسوي بك عاد هذا الهنجر تفضلوا يا شباب بس على مهلكم على مهلكم لا ان شاء الله شوي شوي هذا الهنجر ان شاء الله خليفه كم ارتفاع طوله طوله 45 متر وعرضه 35 وارتفاعه 11 متر ما شاء الله اي نعم اذا المكيفات اللي موجوده كلها كم المكيفات 24 مكيف بس طبعا ما شغلها كلها الا وقت الضروره اذا صار حراره عندنا التايمر هذاك تحت شوفه اي نعم هذاك التايمر نخلي الحراره من 24 الى 26 يعني الجو المناسب حق من هذا الطير هذه الكاميرات بعد هذه الكاميرات كل زاويه فيه كاميرا وهي عندك الرئيسيه فوقنا هذه فوق هذه الرئيسيه اللي تاخذ المكان كله هاي تاخذ المكان كله وهذيك تاخذ من زاويه لزاويه وتجيب الهنجر كله نفسه في نفس الوقت ذي الخيوط بخليفه وش اللي ملونه هذه اساس تهوب الطير ما يضرب فوق في اللبيان فوق يرتفع زياده ايه زين بخليفه الهنجر كم طير يشيل تقريبا يشيل من 500 600 طير ما شاء الله ما عندي ما شاء الله يلا 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 طال عمرك الله يعطيك العافيه الله يعطيك احنا نبغى نضيق على الطيور احنا ناخذ فكره علشان الزوال الجاي بعد نربط عنده مو بنربط اقصد نهد هدد ان شاء الله حياك الله قبل لا نعوزهم بسم الله الله يهينك الله يجزاك خير جاهز للتسليم هذه كلها خاصه ابو خليفه خاصه شوفها مسبقه تسبقونها انت من عندكم إيه ما يطلع من عندنا الطير الا مسبق ومرسل سبوق جديد ومرسل جديد تنظرون هل هذه يستلمونها بس اي هذه اخر شيء احنا هذه هاي براقع عداد ولا براقع حليات عليها لا لا حط براقع عداد واللي يبغى برقعه موجود برقعه برقمه وباسمه موجود عندنا
هو كل شيء يعني انتم ما تزيدون على شيء حتى في السعر سعر المقيط؟ لا 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 لا, لا. هاي من ضمن هديه تطلع مع الطير. الحين ما في الا انا اجرب. السنه ربطنا. ايوه. الزمان الجاي. حلو. حدث. خلاص هو كلام بس ايه بس ايه دخله مره ثانيه ما في دخله هذا. لا بس إيه اليوم ايه ترى بيض الله وجهك بعد ما قصرت معانا. حاضرين الله يسلمك. الله يسلمك. يلا خلاص ثاني مره بس من تلزيوم الكاميرات نشوف من بعيد. اي بس خلاص اوكي. الله يسلمك. اتفقنا ها؟ بيض الله وجهك ما قصرت. الله يحييك ويسلمك. تفضل تفضل. الله يبارك لك يا ابو مرحبا ماسر الله يحييكم حياكم الله. الله يحييكم ويسلمكم مرحبا مسموحين يا شيخ مسموحين مرحبا ومسهلا عمرك طويل جلال ابو خليفه استاذ طال عمرك مرحبا ومسهلا الله يطول عمرك ويبيض وجهك على هذا المقيط الله يبارك لك فيه وتاكل من صيدي يا ابو خليفه ان شاء الله بس الله الله في اخوه ابشر ابشر بس تروعني مثل اليوم سوالك سوال اي والله والساعه البركه اللي واجهنا الله يطول عمرك ان شاء الله بروح افحص الطير ربنا يلحق سوق واقف عندك خبر لا ما عندي شيء تبي نروح وياه والله يا مرحبا مرحبا والله ما شاء الله بعد السوق ان شاء الله ان شاء الله يلا فما الله يا رب فما الله كرمك الله يا ابو خليفه مرحبا طيب ابو حمد حالك كل بقى ساكن خير الحال ساكن خير والله موجود انت اللي مختفي موجودين ما تطلعون الا مع سهيل يا مرحبا يا مرحبا ساكن طيب ساكن خير سلام الله يسلمك مرحبا وغلا حالك ابو حمد قرط 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 المجلس الله يسلمك رايحين المستشفى نشوف طير خليفه اي والله مرحبا ترى ما هو بشريف بس رايحين نفحص مرحبا بك والله مسهل خلينا في الجال مرحبا ابو حمد يا مرحبا يا مرحبا ابقى الله يسلمك تفضلوا زين فضلك علومك الله يسلمك محمد بنشوفك اذا مع سهيل اي والله خلها على رب علومك ما نشوفه والله موجود ما نشوفه لكن هالطيور يختمون طال عمرك مع الرب علوم السوق والله يبشرك على ما تحب الحمد لله بلشنا الموسم ده ان شاء الله بموسم خير رب نحوش وصلت لا بس الحمد لله وصلت وصلت الشوايين الترقيه والجبليات وعندنا قرنص هواء ان شاء الله موجود في السوق الحمد لله زين علوم المزاد مزاد احنا ذكرت الطيور دي اللي وصلت مزاد علوم السنه نفس العام ولا احسن من العام ان شاء الله نبي غادي احسن من العام ان شاء الله هو كم بتكون فترته بهذا يومين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وكان فيها ضغط الطيور بنحاول نمددها اذا كانت ان شاء الله نبي نسوي مزاد حقها بما ان اقترح حاجات ان شاء الله من هالقطار ولا ان شاء الله الاداره مهم قصره نحن بنضيف المزادات قبل قبل الربيع بنضيف المزادات اللي هي يبونها في منتصف الاسبوع ايه؟ انا اخبرك هالقطار في الويكند كلم ملتي اللي في البار والمسافر واللي فكذا واحد كلمني وان شاء الله يبشرون احمد المزاد بس على الوحوش؟ اي بس على الوحوش احنا خليناها الله يوفقك الشواهين والحرار معليه بس التجاره هو القرانيس البيوت دي ما تدخل ابو حمد الحين انتم يعني تفكرون تخلون المزاد في الايام ايام الاسبوع مو في الويكند عندك ناس جايين من برا ناس يبغون يشوفون لا 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 اللي جايين من برا هذا اللي خلاناهم المزاد اللي هو الويكند بس ما يمنع ان يشاركون هالقطر معاهم لا بالله ما يمنع لبرك الساعه ساعتك لا والله لبرك الساعه بيض الله وجهك ما قصرتوا بيض الله وجهكم وعلوم المستشفى وعلوم العلاجات وعلوم الطيور اللي موجوده عند اخوك ناصر بن خليفه ساعتك مربط الغشامين مو نعم مرتين عنده الله يزوره هذا تتخبر لا مقيضه عز الله انه مقيضه استاذ استاذ ابو خليفه شال طيره جايين مخوينا بن العياده أحس فحص كامل تخبر أول النقلة وتبي تشوف إذا فيه شيء ولا شيء
بادرة وكواشح ما ظنتي لان اشوفه الطير مرتب. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا دكتور؟ حالك. شلونك؟ طيب الله يسلمك، طول عمرك. شو اخبارك؟ الله يسلمك، شو حالك؟ طيب. عندي الطير الله يسلمك ان شاء الله من المقيض. وابي افحصه فحص كامل للاطمئنان بس ان شاء الله. ان شاء الله. خليفة انت الحين عدلت البادرة والكواشح؟ والله انا شفت لا شفت ان الطير اوكي إيه؟ بس قلت ما دام بيجفتونه بالصفرة إيه؟ وما فحص كامل والاشعة إيه؟ وفحص الدم إيه؟ خبر ضروري عشان اخلص. الحين قلت حق الدكتور اشعة ولا لا؟ اي في الملف حط لي عنده هناك وحط لي موجود. اي كل فحص شامل يعني يا رجال، حتى فحص الشامل ارقامهم تختلف شوي عن الفحص اللي معين حق شغله عاديه. ان شاء الله الامور طيبه والطير ما عليه شر. ان شاء الله الدور بعد جاي عليه ان شاء الله. ان شاء الله. بشر يا دكتور. الحمد لله اموره سليمه. شويه طفيليات في البطن، سهل علاجها ان شاء الله. قويه ولا خفيفه؟ لا خفيفه ان شاء الله. كورس ياخذ الاسبوع حبتين ان شاء الله. اسبوع حبتين يعني حبه اليوم ان شاء الله، اول يوم وحبه بعد اسبوع ان شاء الله. ما يضره في الاكل؟ لا ان شاء الله ما عليه شيء. بخليها تقدر تلاحقها قبل الدعوه. زين قبل الدعوه بعد زين تطير في وزن يعني الحمد لله. بس ما تغير وزن الشيخ بعدها لساتها الاصابه جديده، ما اعتقدها قديمه يعني. المفروض ان شاء الله حبه اليوم حبه بعد اسبوع ترجع اموره سليمه ان شاء الله. دكتور بس قبل لا نمشي الحين بخليفة ان شاء الله طيره، ان شاء الله الطير ما عليه شر، بس اغلب الامراض اللي تجيكم من عقب المقيض على طول وش هي؟ معظمها تكون امراض طفيليه، دود البطن، دود الفرسه، هذه اكثرها شغلات نقص تغذيه، تكون نقص فيتامينات، بعض الالتهابات من اكثريه التهابات الحوصله، الفرسه، التهابات المصير. بس هذه امورها طيبه ان شاء الله. اسبوع لا والله ممتاز. علاج مده اسبوع. احنا كنا قبل شوي نتكلم مع الشباب عن انه مثلا اذا طير بعطيك كورس افضل اني اريحه، صح؟ طبعا اي طير مريض باي اصابه مرضيه المفروض افضل شيء انه تريح الطير، تخلص علاجه، تفحصها، تتاكد ان الاصابه خلصت من عنده ذاك الوقت. دكتور انا قلت عن نقص فيتامينات. نعم. شلون اعالجها قبل لا توصل حق الطير؟ هلا ويفضل انه خلال فتره المقيض تعطي فيتامينات، لان الطير يكون بدل الريش مالته، وهذا الريش اللي مبدله يحتاج الى مواد غذائيه، منين استخدمها من جسمه. طبعا بعض الاشخاص ما يعطي فيتامينات بعد المقيض، لذلك يطلع الطير من المقيض عنده نقص فيتامينات، بالذات فيتامين اي وفيتامين بي. فانت اذا شفت عند الطير حالات عصبيه، عند المخالب او المنقار صار لونه ابيض، هذا معناه نقص فيتامين اي، او مرات يكون احماض امينيه مثل البايوتين. يفضل تعطيه كورس اسبوع ان شاء الله وترجع اموره سليمه. خلصنا والامور طيبه. اي ابشرك. زين خلينا انت عقب ما طمت ان الطير ما في شيء. ايه شنو بتدعي ولا بتنطر؟ لا ان شاء الله وعدنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. على خير وياكم ان شاء الله. طيب مو مستعجل عليه. ان شاء الله عقب اسبوع بعد نفحص وندعي ان شاء الله. وحمد علوك ما بقي شيء على حسب الدعوه. والله عندك شيء بتدعي؟ والله حاليا لا والله، هذا في ربط الطير وان شاء الله هاليوم ابشله ان شاء الله. موفق ان شاء الله. خويك ان شاء الله يوم من الايام. مرحبا، ابرك الساعات. ابرك الساعات. الله يعطيك العافيه. مرحبا، الله يحفظ عليك. فم الله. يلا موفق يا ابو خليل. حقا بن عيين الرابع موجودين يدعون طيورهم ولا بن عيين طير طيرين؟ لا ما شاء الله الربع امس انا واليوم دعيت وياهم، الربع يدعون صار لهم يمكن اسبوع. لا كنت 8 طيور ولا 9 طيور اغلب الحوار شلوها. مرحبا. هلا يلا حيهم. هلا
الله يسلمك، عساكم بخير. يلا خير، يلا حي ونورك. الله يسلمك، شلونكم؟ عساكم بخير. الله يحييك. جيت ولا عادكم؟ والله عادنا. عادكم؟ اي نعم. دامنا عادكم يلا خلنا. يا مرحبا. انا بنبت عليكم. يا مرحبا. عندي شيء تدعي؟ اي نعم. يلا تخون وين؟ يلا حياكم. تخون على بش الموتر بيا ونورك. توكل. يلا. علومك. طيب، عساك طيب. الله يسلمك. علومه الجير، طيرك ذي؟ لا، طير الوالد. طير الوالد؟ علومه؟ الحمد لله. شلون عدى وشلون جناحه؟ الحمد لله. جناحه زين؟ جناحه زين، طيب. لا؟ طيب. الله يوفق ان شاء الله. انا ابغى اشوف شيء الحين. ابغى اشوفك وانت تهد الطير. زين؟ عطهم ليه؟ ايوه خلاص، هذا ويدعي. شوفه، تاكد انه يشوف. ساشا تقبض صفقة؟ لا. شوف، خلنا بربط لك صفقة. كفو عليك. شلون يا نحى؟ اقول مقعد. طيب. ان شاء الله عليه نحى ابو سيد. الحمد لله وشكرا. ربنا يهدي عليك الطير. هذه هديت على كروان؟ يعني صاد جوي ولا أبو جوي؟ جوي. تعال مكاني في الدزن.
بس ما اقدر اطلع. ما بطلع ان شاء الله. تعال مكاني. عقب بطلع. خلاص باقي. يلا. اشتري طيرك تبيعه؟ زين ما شاء الله قوي طيرك. يا تبيعه يا نروح نقل نصفي. نقل نصفي. بس بعد Thank you.